اهلا وسهلا فيكم اصدقائي، عم نطلع عليكم انا وريمبو بيوم جديد، تحديات جديده، وكمان واخيرا قدرنا نوصل لليوم اللي رح نعرف فيه مين نجم الاسبوع ومين اكثر حدا من الاصدقاء شارك معنا وفكر واتصل فينا وجاوبنا تقريبا على كل الاسئله. اصدقائي بدي اذكركم هديتنا هذا الاسبوع هي عباره عن فاوتشر لاربع اشخاص مقدم من وندر باس لعائله مكونه من اربع اشخاص، وهي رحله للاستمتاع بالمغامرات البرمائيه ونقطه الانطلاق والنهاية من مركز برجمال موجود بإمارة دبي. أصدقائي بدي أذكركم لحتى تكونوا نجوم الأسبوع لازم تفكروا كتير منيح وتكثفوا اتصالاتكم وتشاركونا، وكل ما شاركتوا أكتر كل ما زادت فرصتكم لتدخلوا معنا السحب نهار الخميس القادم وتكونوا من بين الرابحين. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول هو أهم مصدر للسكر في العالم، وهو بديل مذهل عن السكر الأبيض المكرر، يمكن تناوله كعصير أو دبس أو عن طريق المضغ. يحتاج هذا النبات لكي ينمو حرارة عالية ومياه تغمره طوال عام كامل، لذلك يكثر في المناطق الواقعة على خط الاستواء وحوله. ما هو أهم مصدر للسكر ويمكن تناوله كعصير؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول هو أهم مصدر للسكر في العالم، وهو بديل مذهل عن السكر الأبيض المكرر، يمكن تناوله كعصير أو دبس أو عن طريق المضغ. يحتاج هذا النبات لكي ينمو حرارة عالية ومياه تغمره طوال عام كامل، لذلك يكثر في المناطق الواقعة على خط الاستواء وحوله. ما هو أهم مصدر للسكر ويمكن تناوله كعصير؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، كتبوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم، أنا حاسة إنكم بتعرفوا الجواب، وأصلاً أكيد منكم شايفين ويمكن بالمسلسلات والأفلام المصرية. فكروا كتير منيح وحاولوا تذكروا شو اسم هذا النبات. إذا ما كنتوا بتعرفوا أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم وكمان من جوجل. رح ناخد أول اتصال لليوم ونقول ألو. ألو ألو. مرحبا، مين معي؟ ندى. ندى أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني ندى كيف كانت المدرسة اليوم؟ جميلة. جميلة الحمد لله. طيب شو الجواب عرفتي؟ شو؟ حصن السكر. شو؟ كأني سمعت في تصحيح للكلمة الأولى؟ أوكي، قصب السكر صح؟ صح. اوكي شكرا لك ندى، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه صديقتي وتقدري تكوني نجمه الاسبوع ومن بين الرابحين معنا. يا ترى مين لسه غير ندى رح يعرف الجواب؟ اصدقائي ندى قالت انه الجواب هو قصب السكر. نحن لازم نستنى شوي لحتى ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال لنعرف شو راي ريمبو بالموضوع اذا صح اجابه ندى ولا لا. فكروا كثير منيح، اسالوا الموجودين معكم واسالوا جوجل ما هو اهم مصدر للسكر ويمكن تناوله كعصير. يا ترى مين لسه غير ندى رح يعرفوا؟ حليمة وفاطمة، عذيبة والشلي، صديقتي نجمة الأسبوع فرح، بتوقع هي بالطريق لعنا فما رح تشارك، لينا وحمزة. أنا عم بستناكم. مين كمان؟ يارا، أفلان وبيان. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، ولا تنسوا أنه كل ما كتفتوا اتصالاتكم كل ما شاركتونا أكثر كل ما كان عندكم فرصة أكبر تقدر تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين.
مين كمان غير ندى رح يشارك؟ يلا أصدقائي لا تخلوا رينبو يتحداكم أبدا. سؤالنا كتير سهل، بيقول هو أهم مصدر للسكر في العالم وهو بديل مذهل عن السكر الأبيض المكرر، يمكن تناوله كعصير أو دبس أو عن طريق المضغ. يحتاج هذا النبات لكي ينمو حرارة عالية ومياه تغمره طوال عام كامل، لذلك يكثر في المناطق الواقعة على خط الاستواء وحوله. رح نأخذ اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ آمنة. أهلا وسهلا آمنة، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله أنا تمام. خبريني، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ إيه. شو؟ قصب السكر. حدا ساعدك ولا أنت لحالك قدرتي تعرفي؟ لا أنا لحالي قدرت أعرفه. برافو عليك يا آمنة. مين كمان رح يشارك؟ ألو ألو، سارة. إيه. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ انا منيحه الحمد لله. خبريني ساره، عرفتي شو الجواب؟ هيك. شو؟ قصب السكر. كمان لحالك قدرتي تعرفي؟ هيك. برافو عليكم. مين لسه رح يشارك؟ الو. موزه صح؟ صح. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ موزه منيحه؟ هيك الحمد لله. خبريني شو جوابك؟ قصب. اوكي. قصب. شكرا لك، شكرا لك. مين معي؟ عديبة. اهلا وسهلا عديبة، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام، انتي شخبارك؟ الحمد لله انا تمام. خبريني يا صديق، تعرفتي شو الجواب؟ قصب السكر. لانه بكره رينبو ما رح يقدر يكون معكم، لهيك رح يكون معكم اليوم. اوكي اوكي، شكرا لك عديبة. في حدا كمان رح يشارك؟ هنية وسيف وسعيد. أوكي. واحمد. اوكي. الو، مين معي؟ الو. هنية. صح. اهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ شو هنية؟ الو، شو الجواب هنية؟ اهلا، قصب السكر. شكرا لك صديقتي. باقي سيف والسعيد واحمد. الو، اهلا سيف، كيفك اليوم؟ زين الحمد لله. خبرني صديقي شو الجواب؟ قصب السكر. شكرا لك سعيد واحمد. سعيد بجاك. اوكي. الو، ايوه سعيد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني صديقي شو الجواب؟ قصب السكر. اوكي، احمد رح يشارك؟ احمد. الو، ايوه احمد، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني صديقي شو جوابك؟ قصب السكر. شكرا لكم اصدقائي عديبه والشله، قدرت اخذ كل اجاباتكم. قصب السكر. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، وهيك شوفوا اذا بتقدروا تطلبوا المساعده من الموجودين معكم او حتى من جوجل، وتذكروا انه لسه باقي وقت كثير قليل لهذا الوقت، لهيك استغلوا الفرصه بسرعه وروحوا اتصلوا فينا وخبرونا شو اجاباتكم. طبعا شاركتنا ندى والشله وكانت اجاباتهم قصب السكر. للاسف يا اصدقائي بدا العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو اهم مصدر للسكر ويمكن تناوله كعصير، والجواب اكيد صح قصب السكر. الف مبروك للي شاركوا معنا، كل اجاباتكم كانت صحيحه. ورينبو لسه مخبي معلومات، لهيك لازم نقول ابدا يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو، رينبو يا أصدقائي وقف عند اللون، عند اللون الأخضر. هاللون أصدقائي بيقول آلة تعمل بواسطة طاقة الرياح وتستخدم على نحو رئيسي للتزويد بالطاقة، وذلك لضخ المياه أو توليد الكهرباء. أما الحديث منها فتستخدم لإنتاج الكهرباء، فهي تسمى عادة العنفات الهوائية، تتألف من دولاب وأشرعة تديرها الرياح. ما اسم الآلة التي تعمل بواسطة الرياح لتعطي الطاقة في توليد الكهرباء وضخ المياه؟ رح أرجع كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول آلة تعمل بواسطة طاقة الرياح وتستخدم على نحو رئيسي للتزويد بالطاقة، وذلك لضخ المياه أو توليد الكهرباء. أما الحديثة منها فتستخدم لإنتاج الكهرباء، فهي تسمى عادة العنفات الهوائية، تتألف من دولاب وأشرعة تديرها الرياح.
ما اسم الآلة التي تعمل بواسطة الرياح لتعطي الطاقة في توليد الكهرباء وضخ المياه؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، إذا ما كنتوا كتير متأكدين من الجواب أو ما كنتوا يمكن تعرفوه أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم وكمان من جوجل اللي لازم 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 يساعدكم. فكروا كتير منيح وكتبوا اتصالاتكم لحتى تزيد فرصتكم تقدروا تربحوا معنا وتدخلوا السحب نهار الخميس الجاي لتكونوا نجوم الأسبوع. من بين الرابحين رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو حليمة؟ إيه أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله أنا تمام. خبريني حليمة، عرفتي شو الجواب؟ الطاحونة. حدا ساعدك؟ لا. لحالك؟ طيب شفتيها شي مرة على الأرض الواقع ولا لا؟ إيه شفتها. حلو، طيب فاطمة رح تشارك؟ إيه. أوكي. ألو؟ أيوة فاطمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله أنا تمام. خبريني صديقتي، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ الطاحونة الهوائية. أنت عرفتي بالأول ولا حليمة؟ حليمة. أوكي شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، أخذت إجاباتكم الطاحونة الهوائية. يا ترى إجابات حليمة وفاطمة صح أو خطأ؟ أم نعرف لازم نستنى شوي لحتى ينتهي الوقت ويقدر ريمبو يخبرنا شو الجواب الصحيح. مين لسه من الأصدقاء رح يتواصلوا معنا ويعرفوا الجواب؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو ندى؟ مين معي؟ ألو 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 مين معي؟ ألو ألو مين معي؟ سارة؟ ندى؟ مين؟ صديقتي. ألو ألو سارة. سارة؟ ها؟ سارة ولا موزة؟ سارة. سارة أهلا وسهلا، خبريني يا صديقتي عرفتي شو الجواب؟ الطاحونة الهوائية. أكيد أكيد. شكرا لك سارة. مين كمان رح يشاركنا؟ هلو موزة؟ إيه. سيف أهلا وسهلا، خبرني شو جوابك؟ طاحونة. أوكي هوية. آه موزة، أهلا وسهلا فيكي موزة. أوكي شكرا لك، قدرت أخذ إجابتك. مين كمان؟ سعيد. يلا سعيد. الطاحونة الهوائية. شكرا لك صديقي. مين كمان؟ ألو ألو هنية. آمنة. أهلا وسهلا فيكي، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ الطاحونة الهوائية. يا سلام عليكي، شكرا لك آمنة، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. مين كمان؟ الو عديبه. ايوه اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ الطاحونه الهوائيه. ومتاكده صح؟ اكيد. في حدا كمان؟ سيف وهنيه. الو ايوه هنيه، خبريني صديقتي شو جوابك؟ انا سيف. سيف انا اسفه، خبرني شو جوابك؟ الطاحونه الهوائيه. متاكد؟ الو شكرا لك سيف. الو الو هلا هنية. ايوه اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ الطاحونة الهوائية. اكيد صح. اكيد. باقي احمد رح يشارك. ايوه الو ايوه احمد، خبرني صديقي شو الجواب؟ الطاحونة الهوائية. شكرا لكم اصدقائي، قدرت اخذ كل اجاباتكم الطاحونة الهوائية. يا ترى اصدقائي هالاجابات صحيحة او لا؟ لحد هلا الاجابات موحدة. حليمة وفاطمة وش اللي قدروا يخبرونا انه جوابهم الطاحونة الهوائية؟ رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو ندى؟ اهلا وسهلا، كيفك هلا؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني ندى شو الجواب؟ الطاحونة الهوائية. أكيد أكيد. ماما ساعدتك ولا أنت لحالك بتعرفي الجواب؟ ماما. شكرا للماما وشكرا لك ندى، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي. مين لسه من الأصدقاء رح يستغلوا الوقت هيك ويتصلوا فينا بسرعة؟ كل الإجابات لحد هلأ كانت الطاحونة الهوائية، يا ترى يا أصدقائي صح أو خطأ؟ لازم نعرف بعد نهاية الوقت، لازم أنتوا هلأ تستغلوا المتبقي من الوقت وتتصلوا فينا وتشاركونا إجاباتكم، حتى إذا ما كنتوا كتير متأكدين من الجواب أنا وريمبو رح نحاول قد ما نقدر أنه نساعدكم. ما اسم الآلة التي تعمل بواسطة الرياح لتعطي الطاقة في توليد الكهرباء وضخ المياه؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ حبيب. حبيب أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ تمام.
الحمد لله. خبرني صديقي، عرفت الجواب؟ نعم. شو؟ طاحونة هوائية. شكرا لك حبيب، بتمنى تكون إجابتك صحيحة وتكون رابح معنا، تقدر تدخل معنا السحب نهار الخميس الجاي. فكروا كتير منيح أصدقائي، وبدي أذكركم أنه نجم الأسبوع اللي رح يربح معنا اليوم رح يربح فاوتشر لأربع أشخاص، وهي رحلة برمائية بتبدأ وبتنتهي من مركز برج مال موجود بإمارة دبي. شكله حبيب آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. انتهى الوقت يا أصدقائي. سؤالنا بيقول: ما اسم الآلة التي تعمل بواسطة الرياح لتعطي طاقة في توليد الكهرباء وضخ المياه؟ والجواب أكيد صح، الطاحونة الهوائية. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. أنا وريمبو رح نطلع بريك صغير ونرجع لكم. لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم ونعرف مين الرابح معنا ومين نجم الأسبوع. رح أذكركم تكتفوا اتصالاتكم وتشاركوني كل إجاباتكم. أصدقائي رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول: عالم عربي ولد في مدينة البصرة في جنوب العراق، وقد برز في علوم البصريات والفيزياء والهندسة وعلم الأعداد والحساب والفلك والفلسفة والمنطق والطب، وكان يحب الترحال والسفر طلبا للعلم. تجاوزت مؤلفاته 160 كتاب في مختلف العلوم، من أشهرها كتاب المناظر. من هو العالم العربي الذي برز في علم البصريات ومن مؤلفاته كتاب المناظر؟ رح أرجع أكرر عليكم، اللون البنفسجي كان بيقول: عالم عربي ولد في مدينة البصرة في جنوب العراق، وقد برز في علوم البصريات والفيزياء والهندسة وعلم الأعداد والحساب والفلك والفلسفة والمنطق والطب، وكان يحب الترحال والسفر طلبا للعلم. تجاوزت مؤلفاته 160 كتاب في مختلف العلوم، من أشهرها كتاب المناظر. من هو العالم العربي الذي برز في علم البصريات ومن مؤلفاته كتاب المناظر؟ بحس هذا السؤال من اختصاص حليمة. رح نعرف مين أول الأشخاص رح يشاركوا معنا ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا، أكيد عرفتي الجواب صح؟ ها. شو؟ الحسن بن هيثم. أكيد؟ أكيد. طب صار حيني حدا شاركك أو أخذتيها من جوجل ولا أنت عرفتي؟ لا أنا عرفتها. برافو عليكي، شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ ايه. تمام. ألو. أيوة صديقتي، خبريني شو جوابك؟ ابن الهيثم. أكيد. مليون أكيد. مليون شكرا حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. أصدقائي حليمة وفاطمة قالوا إنه جواب ابن الهيثم، يا ترى صح أو خطأ؟ لازم نستنى شوية وقت لحتى ريمبو يكشف لنا شو الجواب الصحيح. أنتوا خلال هذا الوقت بتقدروا تضلكم عم تحاولوا وتتصلوا فينا وتشاركوني إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 أهلا أهلا، آمنة. صح. أهلا وسهلا، خبريني عرفتي شو الجواب؟ أيوة. شو؟ ابن الهيثم. أكيد. أكيدين. أوكي، في حدا كمان رح يشارك؟ هاي. يلا تمام. ألو. ألو نواف. سارة. صح. أهلا وسهلا، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ ابن الهيثم. متأكدة صح؟ نبقى قبل ما بخلي أرقام بالدنيا ما بحطيه لحق كلمة أكيد. أوكي. شكرا لك سارة، وأنا كمان ما رح أخلي أرقام بالدنيا حتى لحتى أقول لك شكرا. مين كمان رح يشارك؟ ألو. هاي مين معي؟ سيف. سيف أهلا وسهلا، خبرني شو جوابك؟
ابن الهيثم. شكرا لك صديقي. مين كمان؟ عذيبة. الو. اهلا عذيبة، خبريني صديقتي شو جوابك؟ الهيثم. مساعدة ولا بدون مساعدة؟ بدون مساعدة. ولا انت اللي ساعدتيهم؟ الا. شكرا لك عذيبة. موزة. الو. موزة صح؟ ايه. اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ الهيثم. شكرا موزة. باقي سعيد واحمد. انا سعيد. ايوه ايوه صديقي، خبرني شو جوابك. ابن الهيثم. شكرا لك سعيد. باقي احمد، رح يشارك ولا لا؟ الو احمد. احمد رح يشارك ولا لا؟ اصدقائي احمد شكله انقطع الاتصال واحمد قرر ما يشارك. اذا حبيت ترجع تشاركنا انا وريمبو عم نستناك، رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو الو. اهلا اهلا ندى، خبريني عرفتي شو الجواب؟ شو؟ ابن الهيثم. اكيد اكيد ندى، لازم ما تنسي ابدا هي الاجابات اللي عم تعطيني اياها. اوكي اوكي. شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدري تكوني نجمه الاسبوع معنا. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي، كفوا اتصالاتكم وشاركوني اجاباتكم. معنا اتصال جديد وبنقول الو. الو الو. الو. مين معي؟ احمد. اهلا وسهلا فيك احمد. احمد قرر يتصل لي لحاله بعيدا عن كل الشله، خبرني شو جوابك؟ ابن الهيثم. متأكد؟ متأكد. شكرا لك احمد، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقي وتكون انت الرابح معنا. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني كل اجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصه اكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الاسبوع. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا اصدقائي، ومثل ما بخبركم دائما اذا ما كنتوا عارفين الجواب اكيد بتقدروا تسالوا، موجودين معكم وبتقدروا تسالوا جوجل كمان. مين من الاصدقاء هيك رح يلحق بسرعه يستغل نهايه الوقت ويتصل فينا؟ باقي وقت كثير قليل اصدقائي، لا تخلوا ريمبو يتحداكم ابدا، كتفوا اتصالاتكم وشاركونا اتصال جديد وبنقول الو. الو الو. الو الو. مين معي؟ هنيه. هنيه اهلا وسهلا، خبريني عرفتي شو الجواب؟ ايوه. شو؟ ابن الهيثم. اكيد اكيد، مليون اكيد. شكرا لك هنيه، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقتي. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ حمزه وفرح ولينا يارا واصدقائنا الموجودين باماره عجمان، ابو ظبي، راس الخيمه، ام القيوين، والشار او دبي. كتبوا اتصالاتكم يا اصدقائي وشاركوني كل اجاباتكم لحتى تزيد فرصتكم وتدخلوا السحب. رح اذكركم بهديتنا المميزه لهذا الاسبوع، هي عباره عن فاوتشر لاربع اشخاص، رحله برمائيه بتبدا وبتنتهي من مركز برج مال موجود باماره دبي. يا ترى مين رح يكون نجم الاسبوع لليوم ومين رح يكون الرابح معنا؟ باقي سؤالين بيفصلونا عن نجم الاسبوع يا اصدقائي. بدا العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول: من هو العالم العربي الذي برز في علم البصريات ومن مؤلفاته كتاب المناظر؟ والجواب اكيد صح، ابن الهيثم. الف مبروك اصدقائي، رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم ونقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو اصدقائي كمان مره وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول معدن ابيض ابيض لماع، وهو المعدن الوحيد السائل في درجة الحرارة الطبيعية، يستعمل في الأجهزة الكهربائية وأجهزة القياس كميزان الحرارة، وهو ناقل قوي للحرارة والكهرباء. ما هو المعدن الوحيد السائل في درجة الحرارة الطبيعية؟ رح كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول: معدن أبيض لماع، وهو المعدن الوحيد السائل في درجة الحرارة الطبيعية، يستعمل في الأجهزة الكهربائية وأجهزة القياس كميزان الحرارة، وهو ناقل قوي للحرارة والكهرباء. ما هو المعدن الوحيد السائل في درجة الحرارة الطبيعية؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أيوة يا صديقتي، أهلا وسهلا، خبريني عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ الزئبق. مارق معك بالمدرسة ولا حدا خبرك؟ شو؟ مدرسة. اوكي شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ ايه. اوكي. الو. اهلا
أهلاً أهلاً فاطمة، خبريني شو جوابك؟ الزئبق. أكيد صح؟ مليون أكيد. مليون أكيد. شكراً لك فاطمة، وأكيد شكراً لحليمة. فكروا كتير منيح أصدقائي، فاطمة وحليمة قالوا إن الجواب هو الزئبق، إن شاء الله يكون صحيح. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. أهلاً أهلاً يا ندى، خبريني شو الجواب؟ الزئبق. ماما عم تساعدك؟ آه. شكراً للماما وشكراً لك ندى، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه غير حليمة وفاطمة وندى رح يعرفوا الجواب ويشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي لحتى تربحوا رحلة برمائية لأربع أشخاص بتبدأ وبتنتهي من مركز بوجمان الموجود بإمارة دبي. مين لسه من الأصدقاء هيك رح يحاولوا يتذكروا الجواب، أو إذا ما كانوا بيعرفوا يطلبوا المساعدة. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو. آمنة يا آمنة، خبريني شو جوابك؟ الزئبق. أكيد؟ أكيدين. أكيدين، أوكي. في حدا كمان رح يشارك؟ هي يلا تمام. ألو؟ أيوة هنية. أهلا وسهلا، خبريني جوابك. الجواب هو الزئبق. أوكي. ومليون أكيد. مليون شكرا لك هنية. مين كمان؟ ألو ألو. سارة صح؟ عذيبة. عذيبة، اوكي. عذيبة بالعادة ما بتقلي الو الو. طيب اهلا وسهلا عذيبة، خبريني شو الجواب؟ الزئبق. اكيد؟ اكيدين. مين كمان رح يشارك؟ يلا اصدقائي. الو. سيف؟ سعيد. سعيد اهلا وسهلا، خبرني شو جوابك؟ الزئبق. الزئبق صح؟ الو. شكرا لك سعيد. الو. الو. سيف ولا موزة؟ موزة. خبريني صديقتي شو الجواب؟ الزئبق. الزئبق. شكرا لك موزة. باقي سيف واحمد وساره صح؟ الو الو نوار. اهلا اهلا ساره، خبريني شو جوابك؟ الزئبق. اكيد؟ كم اكيد؟ كل الارقام اللي بالدنيا. شكرا لك يا صديقتي. مين لسه؟ سيف واحمد. الو. سيف ولا احمد؟ سيف. أهلا وسهلا، خبرني سيف شو الجواب؟ الزئبق. الزئبق. أحمد بشارك. أوكي. ألو ألو. ألو ألو. أيوة أحمد، خبرني شو الجواب؟ الزئبق. 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 صح؟ شكرا لكم أصدقائي، قدرت آخذ كل إجاباتكم، إن شاء الله تكون صحيحة. الزئبق. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ بقى شوية وقت، لحقوا بسرعة استغلوا هذا الوقت، اتصلوا فينا وشاركوني إجاباتكم وخبروني ما هو المعدن الوحيد السائل في درجة الحرارة الطبيعية. فكروا كتير منيح أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم. مين لسه من الأصدقاء هيك رح يشاركونا ويستغلوا الوقت لحتى يكون عندهم فرصة أكبر ليكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين ويربحوا معنا كتير من الجوائز القيمة؟ رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو. مرحبا، مين معي؟ ميتة. أهلا وسهلا فيك ميتة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني صديقتي، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ الزئبق. مساعدة حدا ولا أنت لحالك عرفتي؟ لا لحالي. شكرا لك ميتة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي وتكوني نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين، وأنا وريمبو بنتمنى مشاركتك الدائمة معنا. مين لسه من الأصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ فكروا أصدقائي، قربنا كتير من نهاية الوقت، لهيك إذا حدا قدر يعرف شو الجواب الصحيح يلحق بسرعة يتواصل معنا من خلال الاتصال على الرقم الموجود قدامكم، خبروني شو هو الجواب الصحيح. مين لسه من الأصدقاء؟ لحد هلأ كل الإجابات كانت موحدة، هي الزئبق. يا ترى صح أو خطأ؟ ما بنعرف، لازم نستنى شوية وقت لحتى ريمبو يخلص الوقت المخصص لهذا السؤال ويخبرنا شو هو الجواب الصحيح. يا أصدقائي، هو معدن أبيض لماع، وهو المعدن الوحيد السائل في درجة الحرارة الطبيعية، يستعمل في الأجهزة الكهربائية وأجهزة القياس كميزان الحرارة، وهو ناقل قوي للحرارة والكهرباء. للأسف أصدقائي انتهى الوقت المخصص لهذا السؤال. سؤالنا كان بيقول ما هو المعدن الوحيد السائل في درجة الحرارة الطبيعية، والإجابة أكيد صح الزئبق. ألف مبروك لكل مشاركاتكم أصدقائي كانت صحيحة. اليوم بلسه مخبي سؤال ومفاجأة بس بعد البريك.
وصلنا لكم أصدقائي لحتى نعرف أخيراً شو المعلومة اللي مخبينا إياها رينبو لليوم. بدي أذكركم إنه تفكروا كتير منيح وتكثفوا اتصالاتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. رح نعرف رينبو شو مخبي ونقول ابدأ يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول هو أحد الحجارة المشهورة الكريمة منذ القدم، ما يميزه لونه الأزرق المخضر وكذلك الرمادي المخضر مع وجود أحجار باللون الأخضر الفاتح، ويتركب هذا الحجر من فوسفات الألمنيوم بشكل أساسي، كما أنه يحتوي على ماء النحاس. ما هو الحجر الكريم الذي يميزه لونه الأزرق المخضر؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي سؤالنا، بيقول هو أحد الحجارة المشهورة الكريمة منذ القدم، ما يميزه لونه الأزرق المخضر وكذلك الرمادي المخضر مع وجود أحجار باللون الأخضر الفاتح، ويتركب هذا الحجر من فوسفات الألمنيوم بشكل أساسي، كما أنه يحتوي على ماء النحاس. ما هو الحجر الكريم الذي يميزه لونه الأزرق المخضر؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو. أيوة حليمة، خبريني عرفتي شو اسم هذا الحجر؟ ايه شو؟ الفيروز. متأكدة؟ متأكدة مليون بالمية. يا سلام، شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ الو. أهلا وسهلا فاطمة، خبريني صديقتي شو الجواب؟ الفيروز. أكيد كمان مليون؟ ولا زدتيهم شوي؟ مليون ولا زدتيهم شوي؟ مليارات. اوكي شكرا لكم صديقاتي حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه، واكيد انا ورينبو عم نستنى مشاركاتكم معنا نهار الاحد بنفس الموعد. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي، خلينا نعرف شو جواب هذا السؤال وننتقل فورا لنعرف مين نجم الاسبوع. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو الو. ايوه صديقتي ميتا، صح؟ صح. اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ الفيروز. حدا ساعدك؟ لا لحالك. ايه اوكي شكرا لك ميتا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقتي. فكروا كثير منيح اصدقائي، لازم اخبركم انه هذا الحجر يعتبر حجر الحظ لكثير من الناس، وكثير من الناس بحبوا دائما يقتنوا. رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. اهلا اهلا آمنة، خبريني بكل حماس شو الجواب. الفيروس. 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 الفيروز صح؟ الفيروز. الفيروز. شكرا لك آمنة. مين كمان رح يشارك؟ الو الو. الو. مين معي؟ سعيد. اهلا وسهلا سعيد، خبرني صديقي شو جوابك؟ الفيروز. شكرا لك سعيد، مين كمان؟ الو الو. هنية؟ سارة. سارة سارة، أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ الفيروز. ومتأكدة صح؟ أكيد. شكرا لك، مين كمان؟ هنية وعذيبة وسيف وأحمد. أوكي. ألو ألو. أهلا أهلا هنية، خبريني صديقتي شو جوابك؟ الفيروز صح؟ هنية كأنه انقطع الاتصال. باقي عذيبة وسيف وأحمد. أنا ورينبو عم نستنى مشاركاتكم أصدقائي، قدرت أخذ أغلب إجابات الشلة، إن شاء الله تكون صحيحة. شاركونا مجموعة من الأصدقاء وكانت إجاباتهم الفيروز. يا ترى أصدقائي صح أو خطأ؟ لازم نستنى لنهاية الوقت اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا يا ندى، خبريني شو جوابك؟ الفيروز. أكيد 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 أكيد. شكرا لك ندى، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. ألو. أهلا عذيبة. أهلا. خبريني صديقتي شو الجواب؟ فيروس. ومتأكدة؟ أكيد. باقي سيف وأحمد صح؟ أيوة. ألو. أيوة سيف، خبرني شو الجواب؟ الفيروس. أحمد بيشارك. أوكي، طب ما شارك أنت بالأول. ها؟ قل لي أنت شو الجواب؟ سيف. ها شو الجواب؟ فيروز. شكرا لك سيف. يلا احمد. الو. ايوه صديقي خبرني شو جوابك. موزه. موزه، اهلا وسهلا، خبريني شو جوابك.
شعبان. شكرا لك موزة. احمد. الو احمد. اهلا وسهلا، خبرني شو الجواب. البيبوسه بنحب ريمبو كثير. وريمبو بحبك كثير كثير، شكرا لك احمد، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه صديقي. مين لسه من الاصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ يلا اصدقائي فكروا كثير منيح وكتبوا اتصالاتكم وشاركوني كل اجاباتكم. اكيد اذا كنتم مو كثير متاكدين انا وريمبو رح نحاول قد ما نقدر نساعدكم ونوصلكم للجواب الصحيح. فكروا كثير منيح وكتبوا اتصالاتكم. مين لسه من الاصدقاء رح يعرفوا؟ تذكروا اصدقائي انه لسه عندكم شويه فرص لحتى تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الاسبوع ومن بين الرابحين. وتذكروا كمان انه رابح معنا لليوم رح يربح فاوتشر لاربع اشخاص، وهي عباره عن رحله برمائيه بتبدا وبتنتهي من مركز برج مال الموجود باماره دبي. يا سلام يا اصدقائي على هالرحله، قديش رح تكون حلوه ومميزه، وكمان فيها كثير من كسر الروتين، والحلو كمان انه بتقدر تاخذوا معكم ثلاث اشخاص انتم بتحبوا وقدروا يساعدوكم لحتى تربحوا هي الجائزة. للأسف أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول: ما هو الحجر الكريم الذي يميز لونه الأزرق المخضر؟ والجواب أكيد صح الفيروز. ألف مبروك لكل مشاركاتكم أصدقائي، كانت صحيحة إجاباتكم. ريمبو مخبي مفاجأة بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم ونعرف شو المفاجأة اللي مخبيها ريمبو. لكن للأسف صديقتي فرح نجمة الأسبوع ما قدرت تكون موجودة معنا، أكيد بتمنى لها الشفاء العاجل. رح نعرف مين الرابح يا ترى يا أصدقائي. أوكي رح ناخذ اللون الأبيض، خلينا نشوف اللون الأبيض مين مخبيلنا نجم الأسبوع يا أصدقائي. والرابح معنا صديقتي هنية أحمد من الفجيرة. ألف مبروك هنية، أنت نجمة الأسبوع والرابحة معنا، ربحتي فاوتشر لأربع أشخاص رحلة برمائية بتبدأ وبتنتهي من مركز برج مال الموجود بإمارة دبي. ألف مبروك هنية. أصدقائي لهون بيوصل مشوارنا معكم للنهاية، لا تنسوا تشوفونا نهاري الأحد بنفس الموعد. هلا وقت لكم، باي باي. Thank you.